هي صور تظهر حجم الخسائر التي تتعرض لها قطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سنويا. 86 حالة رشق بالحجارة تم تسجيلها منذ بداية السنة، والأرقام مرشحة للارتفاع ليرتفع معها حجم الخسائر والأضرار للقطارات والركاب. سنة 2013 إلى 2019 سجلنا أكثر من 2732 زجاجة تكسرت، يعني أكثر من 2732 عملية رشق القطار بالحجارة. عدد الجرحى بالنسبة لعمال السكك الحديدية فاق 116 جريح، بالنسبة للمسافرين بلغ العدد 124 جريح. خلال رحلة قادتنا من محطة آغا إلى محطة الحراج بالعاصمة، روى لنا محمد وهو سائق ميكانيكي للقطار حالة الخوف التي يعيشها السائقون والمسافرون على حد سواء يوميا، خاصة عند وصولهم للمناطق السوداء. كان ديبليسير مورتال، كان عيبات توفى الله يرحمهم على جال هذا الرشق، رشق بالحجارة. ملي تخرجوا من الحراج هما يطاكوا بالحجارة على الإتران، وهذا التران هذايا تاع الشعب لازم يحافظوا عليه. فضلا عن تعريض حياة الركاب للخطر، خسائر معتبرة تتكبدها الشركة. الأرقام تشير إلى 72 مليار سنتيم منذ 2013 إلى اليوم. ثمن الزجاج الواحد يبلغ من 60 مليون سنتيم، من 60 مليون 600 ألف دينار إلى غاية مليون دينار أو 120 مليون سنتيم. هذا الزجاج هو من النوع القوي الواقي، يحمل صدمة وما يتكسرش، يتهش ولكن لا يتكسر، لهذا فنرى أن الثمن تاعو غالي جدا والشركة تقتنيه من الخارج وبالعملة الصعبة. تزويد محطات القطار بكاميرات عالية الجودة بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني مشروع جديد تعكف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على إنجازه قريبا للحد من الخسائر المادية وحفاظا على سلامة المسافرين.